اهلا بكم مشاهدينا من جديد. احنا كل يوم بنسمع عن حمله سواء من الشرطه او من شرطه التموين، وبتكون النتيجه ان بيكون في ضبط كميات من الاكل الفاسد في المطاعم، كمان بعض المطاعم طبعا مش كل المطاعم، وكمان بنسمع دكاتره وهم بياكدوا خطوره الوجبات السريعه على الصحه، ده غير كمان الاسعار، اسعار الاكل الجاهز واللي غليت جدا في الفتره الاخيره. لكن رغم كل ده بيفضل برضو في راي ناس كتير ان اكل الشارع بيكون ليه طعم تاني. طبعا احنا لو فاهمين كل ده وفاهمين ان اكيد هو اكل البيت افيد بكتير من الاكل اللي احنا ممكن ناكله بره، خصوصا لو احنا بنتكلم عن وجبات سريعه، لكن الاطفال اكيد هم مش فاهمين الكلام ده، هم دايما بيقوموا حاسين بفرق ما بين الطعم، طعم اكل البيت وطعم الاكل اللي هم بياكلوه بره، وحتى لو كانت نفس الاكله. علشان كده يفضل جدا ان احنا نفس الحاجات اللي هم بيشوفوها بره، اللي هم بيحبوها بره، نحاول ان احنا نعملها بشكل او باخر في البيت. ده اللي نحاول ان احنا نعمله مع حضراتكم. هتساعدنا فيه خبيره الطهي ايمان عبد الرحمن. ايمان صباح الورد عليك. صباح الفل عليكم. صباح الورد يا مها. صباح الورد ايمان، عاملين ايه؟ صباح الورد عليك يا ايمان. يمكن القصه بتاعت فرق الطعم دي يعني من واحنا صغيرين بعرف، يعني لو الكشري اتعمل في البيت ما بيبقاش زي الكشري بتاع بره، لو البطاطا في البيت مش زي بره، لو الكبده في البيت مش زي بره، ايه القصه؟ السر فين؟ بصي، هو طبعا انت كلامك صح، بس احنا زمان كان الدنيا اهون من دلوقتي شويه. دلوقتي اولا المطاعم كترت قوي جانك فود، وولادنا بقوا طالعين، يعني احنا واحنا صغيرين كنا بناكل معظم الاكل في البيت، لكن الاطفال دلوقتي الحاجات المبهره بصراحه اكتر، بلس المخاطر ما بقاش في ضمير فعلا، في شركات حاجات وحشه جدا، فدي برده مشكله ثانيه. برده ساعات بتطلع اشاعات يعني بتخوف الناس، بتبقى الموضوع بزياده. لو انت تفتكري مثلا، حضرتك برده تفتكري الموضوع الكاتشب لما نزل، شركه معروفه والناس كلها جالها، وانا النهارده جايبه لكم وصفه كاتشب يعني، بس هي محتاجه نار، هقولها لكم يعني تتعمل ازاي سريعا، مش هقدر اعملها هنا بس هقولها لكم. انا بقيت بقول انا وصحابي طب خلاص احنا مش هنموت من غير الكاتشب، مش مشكله يعني. صحيح. بقيت بقى ننزل وصفات بيتي وكده، اللي عايز يعمل كاتشب لاولاده مفيش مشكله. بس هي يعني زي ما تقولي خلاص اللي حاجه نقدر نستغنى عنها نفهمهم اوكي. لكن ايه اللي بيخلي الاكل بره ليه يعني بيعتمدوا على ايه؟ ايه اللي بيخلي الفرق ده؟ مع العلم ان انت اكيد الكواليتي بتاع الماتيريالز اللي انت بتستخدمها في البيت اكيد احسن. صح. بصي انا بحس ان هي فرق، يعني مش فكره جوده الاكل قد الخروجه، متعه الالوان، الباكينج، يعني انا بقيت بفكر في البيت برضو يعني فرق. مثلا الاطفال بجد هي شكل الناجتس، الحاجات اللي انا هوريها لكم هنعملها، بس فكره البوكس ممكن نبدا على فكره عشان الوقت. ماشي اوكي، يلا نبتدي نتكلم واحنا بنشتغل. اوكي ايمان، عايزينك برضو تكلمينا عن فايده الاكل المجمد، امتى الاكل المجمد يكون صحي وامتى يبقى بيخسر فايدته؟ بصي انا كنت معاكم الحلقه اللي فاتت في الاكل المجمد، عنا اتكلمنا على الخضار كله وكان معانا نرمين وكده. المره دي بنتكلم مجمد بشكل تاني، مش خضار، ان هي انا جايبه لكم حتى طبق انا عاملاه، ده تقدر اي ام تعمله لاولادها وتشيله بشكل صحي. المجمد هنا احنا هنا مش حاطين مواد حافظه، مفيش اي مشكله. طريقه الحفظ بسيطه جدا، انت هتعمليه اي بانيه، اي حاجه تنفع، يعني تنفع دي كفته، برجر، اي حاجه، تحطيها في اطباق فوم، لان الاطباق دي ينفع انها تخش، ما ينفعش ان احنا نحط في حاجات بلاستيك، في بلاستيك مكتوب عليه ان هو يصلح لدخول فريزر. على فكره المعلومه دي مهمه. لان حتى مستشفى سرطان الاطفال لو تشوفي التعليمات مش ممكن ابدا الحاجات الغلط اللي كانت بتحصل. طب اكياس الثلاجه البلاستيك بتهيألي دي تصلح في كل الاوقات؟ دي تصلح، دي اسمها حتى اكياس ثلاجه، صح؟ زي ما بتقولي، لكن قصدي في انواع بلاستيك علب ثلاجه ما تنفعش ابدا يعني. طب الناجتس ممكن نعمله دلوقتي ولا تقول لنا هوديكوا ازاي بيتعمل؟ تمام. بطريقه بسيطه جدا وطعمه احلى. الناجتس بتاع بره بيبقى اشكال، بيبقى الوان كده، انا شايفه ان احنا طالما هنعمله في البيت فليه لا بقى ان احنا نزود القيمه شويه، يعني احنا بقى هنبتدي نضحك على الاطفال وندخل لهم قيمه. بس انا عايزه اقول برضو معلومه مهمه في الموضوع ده، عشان بتسال فيها كتير عندي على البيج او كده، او صحابي بنقعد نتكلم ان احنا عايزين نحشر لهم خضار او شوفان او كده، انا جايبه لكم حاجات فيها شوفان. انت عارفه لما بنبالغ في الحاجات دي هم بينفروا منها، يعني بنبوظ الطعم يا ستي، بنبوظ الطعم، بنبوظ الطعم. ليه بس كده؟ وهم الاطفال اذكياء جدا، ممكن تلقط الجزر يعني يا ريت بقى ايه الموضوع يبقى بذكاء، بلاش بقى اللي هو نفرط في السبانخ، في جزر، في كوسه، في وصفه فهينفروا منها يعني. ايوه. الناجتس اسهل مما تتخيلي، وكانت صدمتي لو بتتكلمي عن مخاطر، ان في بعض الاماكن بيع ناجتس مش فراخ اصلا، مش عارفه حاطين فيها ايه، يعني هي بقايا حاجات انا ما اعرفش دي ايه بصراحه. يعني احنا هنا هنبقى ضامنين دي فراخ 100%، زي ما دايما بنسمع عن البرجر ان هو بقايا لحوم بتبقى مش كويسه، او فول الصويا او الحاجات دي بالظبط.
طب دي الفراخ اتفرمت؟ دي في انا هقول لك دي نص كيلو فراخ، دي صدور على وراك، تقدري تعملي صدور بس، تقدري تعملي وراك بس زي ما انت عايزه. انا فرمت الاثنين عشان الوراك بتبقى طريه شويه والصدور برضو بتبقى هيلثي شويه. ده النص كيلو فرمناه. انت بتفرميه في البيت ولا في نفس المكان اللي انت بتجيبي منه بيعملوا لك كده؟ بصي الفراخ سهله قوي تتفرم في البيت عن اللحمه. أوكي. يعني اللحمه المفرومه لكن بتغسليها الاول؟ نعم بتغسليها الاول؟ طبعا يعني دي فراخ، يعني انا كنت فاهمه نفس كونسبت اللحمه ان انت بتجيبي اللحمه بتفرميها على طول مش بتغسليها. لا طبعا اللحمه مش صح انها تتفرم. هو لازم يبقى صدور على وراك ولا ممكن صدور بس؟ ممكن يعني صدور بس. ممكن طبق صدور وافرمه. بصي انا دايما اقول الاكل ما فيهوش صح وغلط، في انت بتحبي تعملي ايه وايه اللي متاح عندك، يعني دايما انت شوفي يعني ما بنعقدش الدنيا، يعني فاهمه ازاي؟ يعني دي اختراعي انا ان انا احط كوسه وجزر وهنحط مش هيبان ابدا ابدا، هتشوفوا ازاي. لكن ما تخليش فيها ميه كتير؟ لا لا تمام. هي طبعا الصح كمان ان احنا بعد ما هنعمل الخطوه دي بتخش الثلاجه وبعدين نشكل طبعًا. يعني بس احنا هنحاول النهارده نوري يعني. هنا الناجتس عشان تمسك وتبقى كويسه، يا اما هنحط معلقتين كبيره نشا، يا اما هنحط بطاطس مسلوقه ومهروسه. مش بيوريه مهروسه كده يعني بشوكه او حاجه؟ لا بيوريه او يعني لان هي الاحسن حتى تتعمل في الكيتشن ماشين او اللي هي الكبه عشان تعمل عرق شويه، يعني انا هنا مش هقدر. هي اكيد البطاطس هتكون افيد من النشا. بالظبط. يبقى المقادير هنا بقى بطاطس بيوريه بديلا عن النشا ومبشور جزر وكوسه على بالظبط اللحمه اللي هي الصدور الفراخ، ولو عايز تحطي معاها برضو وراك فراخ مضروبه في الكبه. بالظبط. وحطينا شويه ملح وفلفل. وبصي هنا البهارات دي حاجه اسمها بهارات فراخ. أوكي. بتتباع عند العطار على فكره صحيه جدا لان هي فيها سماء وفيها بابريكا، احنا دايما بنخاف نحط للاطفال بهارات على اساس ان الحاجه بس الحاجات اللي بياكلوها اسمها بهارات فراخ. دي بهارات فراخ. ودي ايه بقى اللي هتحطيها دلوقتي؟ ده فلفل اللي انا حطيتها اللي هي بتدي لون وبتدي ريحه حلوه. تمام. وطعم حلو. والزعتر، الزعتر ده هايل من الحاجات اللي حلوه جدا للاطفال لان هي بديل الانتيبيوتيك، مش ممكن ابدا. هي فوائدها عاليه ازاي، واحنا كلنا بنقلق نحط بهارات مع ان هي مفيده. الكركم مفيد، الزعتر مفيد جدا. وده ايه دي شطه؟ نعم. دي ايه بقى؟ دي بابريكا بس عشان بابريكا مش حاره، مش هنحط الاطفال حاجه سبايسي الا لو ولاد الكبار بقى خلاص بياكلوا سبايسي عادي، لكن صغيرين لا. بس كده انا بتكلم على ان انا اللي هاكل ايه، مش الاطفال. بنت ما هتاكل سبايسي عشان كده يعني. ايوه طبعا احنا بنحب زيهم. انا شخصيا باكل سبايسي مش مهم الاطفال العادي. ايوه. طيب في تليفون من استاذه هاله، مدام هاله على التليفون. مدام هاله صباح الورد. صباح الورد عليك يا مها. صباح الورد عليك يا مها. صباح الورد عليك. اهلا بيكي. وحشتوني ومنورين الشارع. ربنا يخليك. اتفضلي. صباح الورد على ضيفتكم. صباح الورد. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. انا اسمي ايمان برضو. صباح صباح الورد. انا عملت مداخله معاكي على الثوم، فاكره؟ ايوه صح فاكره. حضرتك جربتيه؟ انا بعمله كده. حضرتك كنتي انا فاكره قلتي بتعملي التوم بس ما بتحبيش تعملي خضار بيغير من طعمه. ما بحبش احفظ حاجه في الثلاجه بصراحه الا التوم والبصل. انا زي ما قلت بتسهلي حاجات كتير. بالنسبه لحضرتك بتعمليه اتفضل. ممكن بقى للنباتي اخبيه ازاي؟ انا قلت لك ان ابني نباتي وما بيحبش ولا فراخ ولا سمك ولا الحاجات دي. تمام. ممكن نعمله ازاي؟ طب حضرتك تجربي الوصفه دي، يعني ممكن تجربي الوصفه دي، بتهيالي طعم الفراخ ممكن ما يبقاش باين فيها قوي. ايه رايك يا ايمان؟ ده فظيع. هو هي الناس النباتيه يعني لما تتكلمي معاهم هم عندهم وجهه نظر، يعني هم فعلا ما بيحبوش شكل الفراخ واللحمه والسمك التقليديين، يعني هم يعني في ناس نباتيه نظرا لصحتهم، في ناس ما بتحبش فعلا شكل الفراخ او اللحمه. حضرتك هو عنده قد ايه طيب ممكن اعرف؟ عنده 18 سنه. ده كبير يعني. طيب هو اكيد بيحب مثلا البرجر، يعني بياكلش حاجه من بره؟ اصل في برجر ممكن يتعمل بعمله له انا في البيت والله، ما بجيب لهمش حاجه من بره لاني ما بحبش حاجه بره. لا طبعا حضرتك يعني. كلامك صح. بس هو في وصفات كتيره قوي بالفراخ واللحمه هايله، يعني ممكن تتعمل او يعني الحاجه تبقى غالبه عليها الخضار زي الوصفه دي. في برجر كمان لحمه لو حضرتك عايز تعمله زي ده تاكليه لحمه. هنحط كوسه كتير جدا، جزر كتير جدا، وشويه لحمه صغيرين،
وهيتشوحوا في الطاسه. انا ممكن اكون مش ذهني حاضر دلوقتي وصفات فيها خضار. حضرتك عايزه خضار داخل فيه لحوم او كده؟ نفسي اعمل كده، نفسي، بس خايفه منه برضه. طيب حضرتك جربي، ممكن حضرتك تجربي وممكن يحبه جدا، لان هو طعم التوابل فيه وطعم الخضار ممكن يكون غالب على طعم اللحوم. هي في حاجات كتيره جدا حضرتك ممكن، يعني ايه، ممكن مثلا تعملي له، افتكرت دلوقتي وصفه، في صينيه مثلا بروكلي بالبشاميل بالفراخ، دي ممكن يحبها جدا لان هيبقى فيها جبن، لان هو اكيد هو بيحب مثلا الخضار. ما بيحبش الجبن برضو؟ برضو ولا ريحتها؟ ما بيحبش الجبن. طب بلاش جبن، ولا البان ولا اي حاجه، يعني لبن، يعني لو اللبن في البشاميل برضو ما ياكلوش؟ لا لا لا، ولا يقرب على البشاميل خالص. طب هو مريح قوي، حضرتك تقولي اي حاجه وخلاص. طب هو بياكل ايه؟ والله انا والله حابه اساعد حضرتك، بس انا مش عارفه شخصيته. هو ينفع يكلمني هو؟ طيب لما بيسمعني بكلمكم يبقى مكتوب هو جوه. هو اسمه ايه؟ مفيش امل يا مدام هاله. طب بس مش امل، لا مدام هاله، احنا لازم، احنا محتاجين نناشد بقى ابن حضرتك، لان هو كده فعلا صحته في خطر. هو كده تقريبا مش بيدخل في جسمه اي حاجه مفيده، يعني هو اكيد محتاج يتغذى اكتر من كده. معلش حاول تحب اي حاجه زياده. هي طرق بقى بدخله فيها السمنه البلدي طبعا. انا خايفه يسمعني، بعمل له الجوافه باللبن. يعني احنا قلقنا على صحته كده، لان تقريبا كل حاجه حضرتك بتقولي ما بياكلهاش. طب هو اكيد بيحب الايس كريم. ممكن الايس كريم فعلا منها من وراه يعني كده. شكرا يا مدام هلا، شكرا على مشاركتك، ويعني ان شاء الله تلاقي طريقه بقى تعرفي تتعاملي بيها. زي ما كانت ايمان بتقول عن الناس الفيجيتيريان، كنت بتقولي الايس كريم ممكن يدخل فيه لبن. الموضوع بتاع الفيجيتيريان يعني، بس ايمان انت عملتي بقى كذا حاجه كده في وقت المكالمه. انا وانا بتكلم معلش مدام هاله، بس بعد ما خلطنا هحاول نساعد. هو ابن حضرتك ولا حفيدها؟ ابنها. طيب احنا بعد ان شاء الله نعمل حلقه بجد، عشان يعني هتضل له وصفات بجد حلوه. طيب احنا بعد ما خلطنا توابل، بصي بعد ما خلطنا الناجتس دي في خطوه، يا اما دي اختياري، يا اما عايزه تضربي بيضه على جنب وتعملي الاشكال وتحطيها في البيضه وبعدين بقسماط، وفي الاسهل ان انت بتجيبي اهو الكوره على طول كده. طبعا احنا قلنا الاحسن ترتاح على التلاجه عشان ما تلزقش في ايدك. خلاص ممكن نبل ايدينا ميه برده عشان ما تلزقش، نفس فكره الكوبيبه لانها بتلزق قوي، واحطها على بقسماط بالشكل ده عشان اعرف اشكلها. عارفه فكره الكوكيز اشكال بقى، اللي عنده اطفال لازم يبقى عنده الحاجات دي. يعني بعد ما بتعملي الخلطه دي بتدخليها التلاجه، تقعد قد ايه في التلاجه؟ تقعد تتشمع كده نص ساعه، عايزه تقعديها في الفريزر 10 دقايق عشان تنجز معاكي، مبقاش عندنا وقت ان احنا نقعد نستنى 10 دقايق كده، الدنيا بس تهدى شويه، وبعد كده بالاشكال تتعمل دي. بصوا دي شكل الورده، دي شكل القلب، مع ده طبق حاجه ثانيه. ده دوره ولا ايه؟ حطيتي حاجه مع ما انا كويسك فكرتيني، انا بس عايزه اقول ده اللي هي اللي بناكله مع اللبن، اقول اسمه ولا ايه؟ الكورن فليكس مطحون، مطحنت معاه شويه شوفان. يعني شوفي هنا بقى القيمه بقى مليانه ازاي، ده كده فراخ خضار كوسه وجزر، ده كورن فليكس اللي هي الذره ومعاه شويه شوفان. بلاش نزود من الشوفان اما نطحنه معاه، لانه بينشف الفراخ. فزي ما قلت لكم بلاش لما بنبالغ في الحاجه، ممكن تغير من طعمها. الولاد ما يحبوهاش اصلا. ده هيتحط ايه؟ هيتحط مع البقسماط اللي هو المطحون ده بتاع يعني انا بحب دايما تخلطيهم في بعض. يعني شويه كورن فليكس على شوفان على كده مع شويه بقسماط ناعم، والبقسماط ضروري ان احنا برده نتبله زي ما تبلنا الكلام ده. تمام. انا حمرته يعني طبعا بعد ما بخلص الاشكال بتاعتي كلها كده. اي اشكال بقى انتوا عايزينها ان شاء الله تعملوها. بس انت ما حطيتيش بيض فيه خالص صح؟ نعم. حطيتي بيض ولا لا؟ هنا ما كنتش حاطه بيض، انا زي دي شكل ده هو ده. ما حطيتيش خالص؟ لا ما حطيتيش. البقسماط بيتبل ازاي؟ مش فاهمه. يعني بتقعدي تتبليه يعني بقسماط. حطي ملح وفلفل وحاجات كده. اوكي. يعني تخلي ليه طعم، لان في بقسماط بيتباع في سوبر ماركت متبل. يعني لو تعرفي في بقسماط ايطالي خلطه مش عارفه اسمها سريه ولا ايه، اصلا طلعت غاليه جدا، وهي سرها ان انت تجيبي شويه بقسماط تقعدي تتبليه بزعتر وشطه وفلفل، يعني احنا ممكن نعمله بالزبط. يعني. بالظبط. بس خلي الطبق ده هنا، وده بعد ما حمرته اهو، لو الكاميرا تجيبه. اللي هي الناجتس. اللي هي الناجتس. هيكون جنبها ايه بقى الناجتس؟
الناجتس هنحط جنبها ايه؟ اه يعني اكيد مش هتسيب لهم الناجتس كده، ممكن ويدجز مثلا. يا خبر ده حاجات كتير قوي ده. ممكن رز بالكاري، ممكن مكرونات طبعا كل انواع المكرونات. عندك شويه بطاطس بيوريه، يعني يا رز بقى يا اي حاجه. والله يا ريت ياكلوه حتى بالشوكه، ده هتبقى مفيده جدا لان هي فيها الخضار وفيها كل حاجه. يعني هي كافيه لوحدها عشان الخلطه اللي فيها. نعم الناجتس كافيه لوحدها عشان الخلطه اللي فيها، مع ممكن طبق سلطه، فتبقى خدت خضار مع سلطه كوليسلو اي حاجه. الكاتشب ده ممكن تعمليه بعصير طماطم فيبقى مغذي، يبقى خدوا كل الخضار في القصه. طب احنا نلحق نعمل حاجه تانية دلوقتي؟ انا عايزه اعمل لكم بقى اللي هي الشوكولاته القابله للدهن. طيب عندكم وقت قد ايه؟ شوكولاته ايه؟ الشوكولاته القابله للدهن. زي كل بقى دي بقى كبار صغيرين. مها ابتسمت اول ما شافتها، تحبها شكلها. بصي من اول الفقره مها مبتسمه. يا رب دايما فرحانه قوي. بعد ما نخلص الطبق ده مش هنلاقيه. ايوه والمهم ما بيبانش عليها في الاخر. والله بجد. والله لا ده انتوا برنامجكم صباح الورد، يعني كله ورد بقى ومتفائل. بصي الشوكولاته القابله للدهن دي من الحاجات اللي طلعت موضه قوي الفتره الاخيره، وحتى بقى في كنافه بالشوكولاته اللي هي دي. بياكلوها في السندوتشات، الاطفال بياكلوها المعلقه، كبار بياكلوا، ادمان يعني، هي ادمان. انا شايفه ان هي مش حاجه سعرها غالي جدا جدا جدا، سعرها غاليه قوي، والكارثه الاكبر ان هي فيها زيوت مهدرجه، يعني ممكن تاذي اصلا. احنا لو هنعملها في البيت نقدر نعملها ببندق، لان احنا كده خدنا المكسرات، لان هي لا يمكن تقعد بره يكونوا حاطين كميه البندق دي. بس عايزين نقول حاجه، ما طالما هنعملها في البيت وعايزين نوفر، مش بقول هنعمل كوبايتين بندق، لان انا جايبه لكم وصفتين هبقى اقراه لكم في الاخر. وصفه اقتصاديه للشوكولاته اللي عايزين يعملوا لاولادهم ساندوتشات بالشوكولاته دي، ومكونات سهله جدا، معظمنا عندنا في البيت المكونات دي، وهتلاقيني بجمع ما بين الفايده وما بين الشكل والطعم ان شاء الله. نبدا بقى عشان الوقت. حاضر. هنا هحط شويه بندق مجروش متحمص. عايزين تستغنوا عن الخطوه دي مفيش مشكله، بس انا عايزه اخد شويه فايده. وعلى فكره ممكن بقى تحطي وبيدي طعم كمان. بيدي طعم طبعا. انت المفروض بتقعدي تضربيه لحد ما يطلع الزيوت اللي فيه. وعلى فكره ممكن يبقى عامل زي الباودر. نعم يبقى عامل زي الباودر. لا ده ممكن يبقى عامل زي العجينه كمان. زي فكره زي البينات باتر اللي هي زبده الفول السوداني. نفس الفكره برضو. انت بتقعدي تطحنيها كتير جدا. ممكن في حد يبقى عايز يحس بطعم البندق، ما تطحنيهاش زياده عن اللزوم. مكوناتها سهله جدا. معلقتين احنا ممكن نلف الخلاط شويه عشان يبقى باين. ايوه المكان ترانسبيرنت هو اللي يبقى باين، الكاميرا تجيبه كده. ايوه كده احسن كده. كده افضل بكتير. اوكي. يبقى حطينا شويه بندق، ممكن تستغنوا عن الخطوه دي مفيش مشكله. دول معلقتين كبار لبن بودره. معلقتين اللي هي اكياس كريم شانتيه بس عشان تدي طعم وقوام. مش ممكن دول تبدليها بالكريمه اللباني ولا الكريم شانتيه هو الافضل؟ بصي بقى ما انا هقول لك، كريمه الدهن الشوكولاته دي دول هحط بس 5 معالق واقول لك. ليها 1000 طريقه، تخيلي بقى، يعني كل واحد ليه اجتهادات. لان هي ممكن تتعمل اصلا بشوكولاته تسيحيها وتحطي عليها لبن مكثف محلى. في ناس ممكن تحط زبده مع شوكولاته. خلصنا الـ5 معالق من زمان. نعم خلصنا الـ5 معالق من زمان. مش كنت عايزه تحطي 5؟ لا كانوا. بصي دول عارفين اللي هي الكاكاو اللي باللبن المسكر اللي هو بتاع الاطفال اللي بيشربوه. ايوه ده بنحطه مع معلقه كاكاو خام، لان الكاكاو الخام خالص اولا مليان كميه بروتين، فيه فايده عاليه جدا، وكمان بيدي طعم شوكولاته. تمام. يعني هنجمع بين الاثنين. انا هعمل الوصفه في الاخر، اللي عايز يكتب معايا المقادير بالظبط هقولها له. دول 3/4 كوبايه لبن. اللي ما عندوش اللي هي المكاييل دي يقدر هي كوبايه بس. الكوبايه العاديه عادي. يبقى عارف بس هو بيحط ايه. انا هحط كل المكونات على بعض. انت المفروض بتحطي حوالي كوبايه من السكر البودره، فانا هحط نصها. واحط عسل ابيض عشان يبقى بيدي لمعين، الشوكولاته تدي لمعين، وناخد برضو ايه القيمه منها. كده عارفه التمطيه بتاعت العسل دي اللي هتخليه بيمط كده ويبقى طعمه حلو. واحنا شغالين. ودي بقى كيس اللي هو اللي بنشربه فيه كده كابتشينو، نوع من القهوه بطعم البندق. بس عشان يدي ريحه. يعني لكن لو لكن كده ما يبقاش فيه قهوه ولا. لا. نسبتها خفيفه. لا
يعني هي ده نوع قهوه بطعم البندق. تمام. ما زي ما قلت لك نقدر نستغنى عن الخطوه بتاعت دي لو ايه؟ لو هنقدمه للاطفال يعني. ايوه. لكن لو مها اللي هتاكله خلاص لو مها تقدر طبعا. هنخلط كل ده مع بعضه وننزل بشويه ايه زيت بسيط كده وهي بتتخلط. ده زيت زيتون؟ لا طبعا. انت عارفاني انا لا طبعا زيت زيتون منه اخضر اصلا. لا ما في زيت زيتون ذهبي. هي انا مش سامعاكم معلش. صح. مش في زيت زيتون ذهبي وزيت زيتون اخضر؟ انا خلاص يعتبر خلصتها يعني. بصي بصي ما رضيتش ترد عليك عشان ما تحرجتيش. طب ايمان مش في زيت زيتون لونه اخضر وزيت زيتون لونه ذهبي؟ انا لقيت زيت زيتون لونه ذهبي قبل كده. ذهبي يعني؟ ايوه ذهب. ايوه بيبقى لونه زي اللي انت حاطتيه. بصي اصل هي دلوقتي بتقول لك انت ما كنتيش سامعاها بتقول لك انت هو ده زيت زيتون؟ لا لا زيت الزيتون منه اخضر يعني. لا ده كمان ده ليه طعم قوي قوي لو حطيتيه هيبقى مش يعني. ده زي زيت ذره عباد شمس الحاجات دي. يا زيت ذره يا عباد شمس بالظبط. انا كنت محضره لكم اصلا برضه. لا انا بفهم برضه في انواع الزيوت اهو ذره وعباد شمس. لا انت ممتازه يا مها. عظيمه. انت ما حصلتيش. تقدري تحفظيه في ال اللي عليا هيموت من الجوع. انت تقدري تحفظيه في الثلاجه تعملي بيه سندوتشات، هتحشي بيه الطرط، يعني ليه استخدامات كتيره قوي غير ان احنا نعمل لهم سندوتشات. وانا كنت شايفه برضو فكره ان زبده الفول السوداني من الحاجات المغذيه قوي والأطفال. عايزين نعملها مره. يلا ضروري لازم نعملها. خلاص ماشي ان شاء الله بجد نعملها. وبصوا هنحطها في بقى في برطمان، البرطمان ده طبعا متعقم. اوكي خلاص كده. هي فيها نفس القوام بس هي يمكن سايبه شويه، لو قعدت شويه ممكن يبقى. طبعا هي كده فعلا سايبه عشان لان لسه اللبن طالعه من الخلاط. دي هتبقى بالظبط لما تسقع وتهدأ بالظبط شبه اللي بتشتريها من المحلات بالظبط، وريحتها وطعمها فظيعه. من غير ما تحط لها اي مواد ماسكه يعني، من غير ما تحط لها حاجه تمسك. هو ايه اللي خلاها تمسك في بعضها؟ اللي بيخليها في المحلات بتمسك في بعضها؟ لا دلوقتي يعني انت دلوقتي ما انا قلت لك احنا حطينا العسل. ممكن اقرا لكم الوصفه؟ يا ريت. عشان مثلا اكيد ما حدش برده لحق يلقط معايا المقادير بالظبط. بصوا هو في طريقتين للنيوتيلا، في نيوتيلا اقتصاديه اللي انا عملتها وفي نيوتيلا غاليه. احنا ممكن نقول يعني ما نقولش الاسم التجاري ليها ونقول شوكليت مثلا. انا اسفه ما خدتش بالي. في اللي هي الشوكولاته الاقتصاديه اللي انا عملتها دي اللي هي كوبايه سكر مطحون. أيوة. وانا زي ما قلت لك هنا حطيت نص كوبايه سكر ونص كوبايه عسل، اديتها اللمعه لو الكاميرا اجيبها والقوام الايه الحلو. ثلاث ارباع كوبايه زيت وكوبايه الا ربع لبن وست معالق كاكاو ومعلقه كبيره لبن بودره وكيس اللي هو بنكهه البندق. تمام. انا زودت ان انا حطيت شويه مكسرات، لو حد بقى سريع انا عايز يعملها 100% بالمكسرات يبقى كوبايتين بندق مجروش يفرمهم مع كوبايه كاكاو معلقه فانيليا وكوبايتين سكر بودره. وهنا بقى تستغني عن طعم البندق اللي انت حطيتيه مع الكابتشينو. يعني هي هتدي بقى طعم شوكولاته. احنا طبعا هنصادر الحلو والحادق اللي عملتيه دلوقتي. بس بقى قاعده متحفزه محدش عارف ياخد منها حاجه. ايوه عارفه انا كنت عايزه اجيب لكم ايه؟ كنت عايزه اجيب لكم بقى موز وفراوله ونحطها في ستيكس كده بقى. وكنت اكيد هتيجي تاني ولازم تعملي لنا الحاجات دي تاني. ان شاء الله باذن الله. طبعا شكرا. كنت مبسوطه ان انا معاكم قوي ونورتينا. نورتينا. ميرسي ربنا يخلي ده نوركم. بنشكرك يا ايمان عبد الرحمن. بنشكرك شكرا جزيلا. خبيره الطهي. صباح الورد عليك. ربنا يخليك.